عقدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اجتماعا مع نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية إدموندو تشيريلي، وذلك على هامش مشاركتها في القمة الإيطالية الأفريقية في روما نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكدت وزيرة التعاون الدولي على حرص الدولة على تعظيم العلاقات مع الجانب الإيطالي والبناء على العلاقات التاريخية والممتدة على مدار العقود الماضية، مثنية على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون. وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التعاون الدولي مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكان العديد من ملفات التعاون المشتركة، مؤكدة أهمية المشروع المشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتطوير التغذية المدرسية.